قال ربنا وما صاحبكم بمجنون، وأن له ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل هو أكمل الخلق خلقا وخلقا. وما صاحبكم بمجنون، ثم قال ربنا ولقد رآه بالأفق المبين. هناك راء وهناك مرئي وهناك مكان للرؤية. قريش تزعم أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو نوع تخيل ولا ملك في الحقيقة بحسب زعمه، فجاء القرآن واضحا بإذهاب هذا اللبس ودفع تلك الشبهة. قال الله ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام جبرائيل بالأفق المبين كما جاء مبينا على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح وهو على كل أحواله مخلوق، فكيف بالخالق جل جلاله؟ ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنت به.